المسؤولون عن المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لم ينجزوا سوى تركيب مصعد لهم من أجل أن يصعدوا فيه لمكاتبهم. إيه هذا بزمان شوف أنا من أحد أسباب اللي وقفت المسرح كان في واحد اسمه بدر رفاعي، هو كان الأمين العام الأمين العام مجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب. بدر رفاعي الله يذكره بالخير يعني كان ما أدار صح، فأول شيء سكر مسرح الدسمة وكنا نعرض عليه مسرحياتنا، وبعدين صارت العملية في ثقل في 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 في, في, في إنك تقدم مسرحية وفي حرب وما يبونك تقدم، ويعني صارت العملية على ناس وناس، وكرهنا المسرح، وقفت أنا المسرحني من ذاك الأيام. فكتم هو 8 سنوات. الإنجاز الوحيد اللي سواه أنه سوى مصعد، في بنوا مصعد حقه عشان الله يرحمه كتبه وياه. هذا الإنجاز الوحيد اللي سواه. يعني هو بالتالي أكيد هون عنده إنجازات أخرى. أنا ما شفت. أنت يمكن هذا اللي شفته. شوف. أكيد قعد سنوات طويلة وأكيد حقق إنجازات كثيرة يمكن أنت ما شفتها. لما تقول إنجازات. مثل ما شفت بعض المسلسلات قاعد تنتقدها يمكن ما شفتهم، يمكن هو هم حقق يعني إنجازات. أنا أسمع. شوف أنت لما تسمع شيء ولما تشوف شيء، أنا ممكن أسمع شنو اللي قاعد يقدمونه، شنو مو من واحد ولا اثنين، من 10 20 نفس الكلام، معناته شنو؟ لا طالع أحسن لك. لكن أنت لما تقول إنجازات، أنت قاعد في مكتبك وراء الكرسي، من اللي قاعد يبذل مجهود؟ من اللي قاعد يبذل مجهود؟ الموظفين اللي تحت. طيب. هم اللي قاعد يسوون شغلهم، هم اللي قاعد يأدون، هم اللي قاعد يسوون إنجازات، هذه هم اللي قاعد يسوونها. بس ترى اسمك. وأنت ما ترى إنجازات، تجاوزنا الدقيقة. إيه ما في إنجازات. بس الحين لا تغير الوضع من اليوحة. الحين راضي أنت؟ أنا ما شفت الحين ما التقيت وياه يعني مثلاً، وما صار يعني أقدم مسرح في وقت اليوحة يعني.